قالت لي شيء هيك ما بعرف بكره بتأكد. حدف منديله كاتب على طرفه أجيله وأمانة أمانة يا دنيا أمانة تخدينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تخدينا للفرحة أمانة وتخلي الحزن بعيد عنا وتقولي للحب استنى تخلي الحزن بعيد عنا وتقولي للحب استنى استنى تيرارارارا دائما يجيبون الأوراق دي داخلة في الحيط الكلام وابتدى المشوار. وش اغنياتكم انتم؟ الله لحبك انت ما بحبش غيرك انت والدنيا عندي انت بدك أقوى نظرة لعيونك؟ خلي رموشك تلف بلا حدود مع المسكرة الجديدة XXL Curve Power من ميبلين نيويورك. قوة الفرق؟ مسكرة واحدة مفعولين لتقوس أقوى بمرتين. واحد رموش متقوسي للماكسيموم بريزي أوتي. اثنين كثافة أقوى وتماسك أقوى على طول. رموش متقوسي بقوة بالدوم. XXL Curve Power خليك قوي دايما على طبيعتك دايما ميبلين. لما أصحى من النوم نضع في كل يوم ما بنسي عشو ما صار fresh days fresh days الفوطة اليومية نومي وحيوي من الصبح لعشي fresh days خليك fresh مع fresh days. موعود معايا بالعذاب موعود يا قلبي موعود ودايما بالجراح موعود يا قلبي موعود هم راح يعيدوا يقولوا موعود معايا بالعذاب موعود يا قلبي موعود ودايما بالجراح موعود يا قلبي ولا بتهدى ولا بترتاح فيهم يا قلبي يا قلبي وعمرك ما شفت معايا فرح كل مرة ترجعي مشوار بجرح وعمرك ما شفت معايا فرح كل مرة ترجعي مشوار
النهاردة النهاردة جيت أقول انسى الأهات ترى جيت أقولي يلا بينا يلا بينا الحب انفات ترى والنهاردة النهاردة جاي تقول انسى الأهات جاي تقولي يلا بينا يلا بينا الحب فات وميل وحدث منديل كاتب على طرف وجيد وامانة غني هنا اوكي اغنية حلوة قوي صار عند اللجنة ناكل هوا وامانة امانة الله امانة والنهاردة Thank you.
هتغني أي بحتة؟ ها؟ غني لي من غير مزيكا، من غير مايك، غني لي الحتة اللي هتغنيها يعني. أوكي. اللي كان من قبلك انت وانت مش جنبي ما كنتش عايشة فيه، واللي هيكون ايدك تصير مرنة. اوكي وهذه بعد ايدك ترميها رمي خفيف مو دا 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 دا. اوكي شوف شوف اوكي لانه حنيه ليش ليش حنيه شوفوا شو سوى ايه خليك على يعني حب الحاجه اللي تسويها في بس خاطر هنا نلقص نوت عليه انسى النوتة عرفت في الشيء اللي انت تحب تسمعه انسى النوتة اوكي النوتة تقيدك بشيء معين اوكي لحظة قاعد اتكلم انا ممكن النوتة تقيدك بشيء معين ليه قصدي كي نعمل هيك خاطر ما نعرفش النوتة وين بالضبط لحظة النوتة تقيدك بحاجة معينة اذنك تخليك حر ما فهمتنيش ليش اعمل هيك لانه مازلت ما نعرفش وين نحط اصابعي بالضبط مانيش حافظ نركيك ليش نعمل هيك مش مشي اذنك هنا تعتمد على اذنك اساس انا نشزت لا في قدام لا في ورا شوف سلاسه هيك عملت انت انا عملتها لا بس لاساس ابغى ابيت اغير المقام انا مو عملتها لاني اخاف انشز اوكي انا بامكاني اعزف هذا المقام بس انا ابغى مقام ثاني ايش اسوي هنا انا هنا مو ضايع انا مو زيك هنا قاعد ادور انا هنا قاعد احلي اسوي حليه زي البهارات زي البهارات في الاكل كيف تسوي طعم انا زي كذا اسوي حليه هذه يسموها حليه حليه انت ايش تسوي قاعد ادور على النوتة لا يعني مزت ما نعرفش نستعمل اللود هنا تعتمد على اذنك اكثر تعتمد على معناتها لازمني نحفظ سعر المواقع بالضبط وبعدين شوف المساحه عندك العود مو زي الجيتار عندك العود حره مساحه حره الجيتار مقيدك في اشياء خط 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 العود ايش علامته جزء العود اسهل من الجيتار العود مو اسهل العود تصنف من الالات الصعبه الالات الموسيقيه الصعبه هو القانون والكمان اي احد يمسك عود بس مو اي احد يعزف اكيد اي احد يدندن بس مو اي احد يقسم شوف كيف ففي في كل شيء يعني انا الحين ترى كم صار لي اعزف بس والله العظيم في ناس اقعد معاهم انا اسعبل لما اشوفهم يعزفوا ايش معناتها اسعبل يعني انجن يعني كم صار لك انت يعني. صار لي حوالي 9 يمكن 8 او 9 سنوات بس ما اسمي نفسي بروفيشنال لانه في ناس من اصحابي ومو بروفيشنال بعد يعني في ناس لسه بروفيشنال اوكي ناس من اصحابي اقعد معاهم اقول لا اله الا الله يا كذا العزف يا بلاش انا ما اعزف لما يكونوا موجودين العود يتكلم تحس العود يتكلم شوف انا الحين لما اعزف انت مبسوط تقول واو هذا يعزف انا كذا ما اعزف مع اني صار لي 8 سنوات